Assalam O Alikum, Ya Abu Abdullah. Assalam O Alikum, Ya Ibn Rasulullah. Assalam O Alikum, Ya Khiyarat Allah. Wa Ibn Khiyarat. Assalam O Alikum, Ya Ibn Amir al-Mu'minin. Wa Ibn Sayyid al-Rasulin. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتون السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا أبا وجلت وعظمة المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمة مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أساس الظلم والجبر عليكم أهل البلد ولأن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين له التمكين من قتالكم بريت إلى الله وإليكم منه ومن أشيائه وأتباعه ولأن الله ابن مجانا ولأن الله عمر ابن سعد ولأن الله شمرا ولأن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك أبي أنت وأمي لقد عظم مصابيبك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب خارج مع إمام منصور
من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني من ذكاك رجيا بالحسين عليه السلام في الدنيا بالآخرة يا أبا أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بريت إلى الله وإليكم منه وأتقرب إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالات وليكم البراءة من أعدائكم والناسبين لكم الهد وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن ظلمكم وهرب لمن وليون لمن ظلمكم وأدب لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة فأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب خاركم مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبة مصيبة ما دمى وهذا مرزية ما في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل مهياي ومماتي مماتا محمد وآل محمد اللهم إنا
هذا يوم تبركت به بنو أمية وابناك لتل أكبر الليل ابن الليل على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موسم وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لا نبا سفيانا ومعاويا ويزيد ابن معاويا عليهم منك اللعنة أبدا العابدين وهذا يوم فرحا به آل زيادة قال مروان بقتله والحسين صلوات الله عليك اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منه واللعنة عليه وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لا رب للظالم ظلمك محمد وآل محمد وآخر تاب له على ظالمك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين شايت وبايت وتابعت على قتله اللهم لنهم جميعا سلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفرائك عليك يا الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أفضل ظالم باللعن مني وابدأ به أفضل ثم الثانية والثالثة والرابع اللهم لن يزيد خامسا ولن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل لا يوم القيامه اونایی که براشون مقدوره سرار به سجده بگذار اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك
صابر الحمد لله على عظيم رضيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الغروب وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين عليه السلام.